راه كلباش غير في الزنقه وكنعيش معاناه ومصارني كلهم خارجين كيف ما قلت لكم. حتى المرض ديالي اللي عانيت فيه 4 سنين دابا وانا كنعاني به، المرض ديالي اللي هو خمسه العمليات درت وما كاينش حوش ليا، خمسه العمليات على المصران تلوى لي المصران ودابا خارجين على برا، وفاش كيرجعوا ما كنتاش العمليه، ودابا خاصني ضروري ندير العمليه وهنا ما عنديش باش نديرو، اغلبيه كنباشر في الزنقه وداكشي وما التكاليف ما صعيبه بزاف، وكنطلب من الناس يبارطاجيو الفيديو، حتى اللي ما قدرش يساعدني غير يبارطاجي الفيديو لقى لي يعاوني، الله يجازيكم بخير. خمسه العمليات اختي خمسه على المصران، كانوا تلوى لي المصران وقطعوا وخرجوا برا، وفاش كدوز واحد المده كندير التيوات وداكشي كيكون كلشي مزيان، فاش كنرجعوا كنكتشف ما كنتجاش العمليه، كنولي كيرجعوا لبلاصه، حنا خارجين على برا، حنا كلهم صارني خارجين فهمتي، ملي كيرجعوا على برا ما كيدخلوا كيخيطوا وداكشي ما كيشدش، كندير كدوز 5 ايام كندير عمليه اخرى، درجات عمليات كندير بدقه، كندخل عليهم الان خمسه العمليات قطعوا لي المصران، وفي نفس الوقت عاوتاني كندخل الانعاش شهرين على حساب جوج عمليات كندير بدقه، وعمليات كبار كتكلفني العمليه تقريبا 8 السوايع حتى 10 السوايع، وانا في العمليه ملي كنخرج كيدوزوني الانعاش، الانعاش على حساب اخر مره ريحت فيها شهرين، حنت تحفرات ليا كرشي وداكشي، حنت كيحلوا جوج مرات كنضطر ندير جوج عمليات، لا نفسه كيقطعوا منا شويه نفسه، ودابا قالوا لي خاصك دير الترويض باش تنجح لك العمليه، ما يمكنش نغامر ما عمرها غتنجح لك وصدق وقع لك شي حاجه. الترويض قالوا لي على المخرج على ما كنظن، قال لي مشكل عندك من الصغر، وما كانوش عارفين المشكل، دابا عاد قال لي دير الترويض وديك الساعه يكون احتمال عندك 50% ولا 90% غتكون العمليه ناجحه، ونتمنى الله. واش كيدار الترويض المصران ولا لا؟ كيدار المصران. يلا غنبدا فيه انا الترويض، غندير 40 حصه، ملي غنسالي وغندير تقرير للطبيب وديك الساعه يقول لي شنو كاين. واخا دابا متبع مع شي طبيب؟ متبع مع الطب في ميريزكو، والمشكله ما ساكنش هنا وكنلقى معاناه صعوبات، ما كنلقى ما ناكل لا فين نسكن لمده 4 سنين ولا مجروح، وكنطلب من المحسنين يساعدوني يوقفوا معايا. حتى 4 سنين تقريبا، وهذا هو العام الخامس، حيت خاصني ضروري نلقى القريب طويل، حيت وقع لي مشكل ملي مشيت للدار وداكشي وقع لي نزيف وغيبت ومشيت للسبيطار ديال اسيو وما بغاش يشدوني، المهم وقعت معاناه، داكشي علاش ما نقدرش نغامر، خاصني ضروري نكون قريب للطبيب باش نعرف شنو كاين وكونترول وداكشي، واخا كيعطلوا لي وداكشي والحمد لله على كل حال هادشي اللي كاين اختي. الاعراض ديال هذا المرض هو لي بوشي، خاصك دير لي بوشي، ما عندي باش ندير غير كلينيكس، وما كنقدر لا نخدم لا ندير حتى شي حاجه، ما نقدرش نغامر مصار لي خارجين و... ديال كلينيكس المصري. وقع لك تعفو ولا ما كنحس بوالو هاد الساعه، ولكن قال لي طبيب راه خطرات، ولكن ما عنديش الحل، ما كاينش كيفاش غادي ندير فهمتي اختي، ما كاينش كيفاش غندير، و حتى اللي يقدر يساعدني داك الشيء راه مستعد نهضر مع ابي الفيديو ونوريك كلشي كامل مفتوح معنا، ثلاث المرات ومصارني خارجين ما عندي ما نخبي، جوج واحد صغير واحد كبير، داك الصغير ما كيبانش، كيبان كبير هو اللي كيبان بزاف، ودابا خاصني ضروري ندير العمليه حيت باغي نحيد عليا هادشي، نقدر حتى انا ندير شي حاجه واخا ما مشي حياتي تدمرات، ولكن نقدر غير العقل نعيش بعدا. المصران تلوى ليا كيف ما قلت لكم، ملي كنرجعوا ما كيشدش، المشكل عندي من الصغر كان عندي لي غاز وداكشي كان كيجيني القبط ومسائل، ودابا ملي كنرجع مصران قال لي يمكن شي عضله من المخرج ما خدامه، داكشي اش كندير على الترويض. النداء ديالي كنطلب من الناس يبارطاجيو الفيديو، الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، راه كلباش غير في الزنقه وكنعيش معاناه ومصارني كلهم خارجين كيف ما قلت لكم، وانا مستعد اي واحد نوري، ما عنديش مشكل، عندي الوراق شحال فيهم من عمليه درت، عندي سميتو التصاور نوريهم ليه الفيديو، ما عنديش غرام ديال المشكل. الرقم ديال التليفون اختي اللي 07 12 18 97 15، هذا هو الرقم ديالي، الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين، انا كنطلب من الناس غير يبارطاجيو الفيديو، الله يجازيكم بخير.